بطولة ولا أروع من كده بصراحة ربنا. يعني رجالة وقد المسؤولية، عملوا اللي عليهم وزيادة شوية، شابوه ليهم، كلك ناس على قد المسؤولية، رفعوا اسم مصر بصراحة. يعني المنتخب عمل حاجات طفرة جميلة جدا، ونتمنى له النهاردة يفوز برضه. ويعني هو كان خايفين مترددين الأول، بعد ماتش المغرب ابتدى المنتخب يقول والله أنا أتمنى المنتخب يكسب بإذن الله، وأدعي له بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النهارده هيبقى فيه حاجات متوقعة بإذن الله إن شاء الله، غير عشان هو فاجئنا النوبة اللي فاتت بانتصارات رايقة يعني الحمد لله. الحمد لله يعني في الماتشات اللي فاتت، الماتش اللي فات واللي قبله، اللعيبة أثبتت إن هم في روح للمنتخب، والحمد لله أدوا أداء كويس يعني، ونأمل إن احنا النهارده ماتش النهارده الدنيا تظبط يعني إن شاء الله ويكسبوا إن شاء الله. هو بشكل مبدئي حتى لو ما حلفوش النصيب النهارده احنا مش هنبقى زعلانين خالص، المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، ويعتبر زي ما حضرتك قلت لعب 3 نهائيات مع أقوى 3 فرق في أفريقيا، كوت ديفوار، المغرب والكاميرون، وهيبقى الرابع النهارده إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النهارده نكسب 2-0، وندعي والمصريين كلها تقول يا رب، وإن شاء الله نقول يا رب. أول منتخب، أول ماتش ليه، ده كان درس ليه للماتشات اللي بعد كده. المنتخب بخير والحمد لله، وان شاء الله حتى لو ما وصلناش للنهائي، لو ما خدناش النهائي شرف لنا ان احنا طلعنا اكبر فرق، كسبنا لعيبه يعني منتخب جديد. يعني احنا عندنا بدل المنتخب 2 و3 دلوقتي بسم الله ما شاء الله، عندنا فرقتين 3 كاملين، يعني ده نحمد ربنا عليه، برضو مستوانا الحمد لله كويس. ان شاء الله بنتمنى للمنتخب المصري انه يفوز النهارده بإذن الله على السنغال.